في رأس كمان في رأس بحطهم من وجوه المجتمع المدني المشارك اليوم، يعني البعض بيقول شغب، البعض الآخر بيقول عنف ثوري، ما بعرف سميه اللي عم بيصير اليوم شو هو. هل أنتم مع الشعب بهيدا اللي عم بيصير هلا ولا مش معه؟ أمتى ناويين تطلعوا من رياض الصلح؟ لحد هلا بعد ما شفنا شغب، نحن شفنا بس ثورة ناس نازل سعد الحريري يستفزهم هون، نازل يقطف. ليه عم تعتبروه استفزاز؟ ما عم تعتبروه إنه الزلمة عم بحاول يوصل معكم لنتيجة؟ نحن عارفينهم إجوا بالكذب واستولوا على السلطة بالكذب، ما حدا يجي يكذب علينا بقى بالساحة، العالم موجوعة والعالم احترق عرضه على الشارع، ما بقى حدا ينزل يكذب علينا ويقطف على ظهر واجعنا، شفنا السياسيين كل يوم عهد الإصلاح وتغيير، عهد كذب وتنصيب هيدا، الضرائب مرفوضة وهن بيعملوا ضروري ينزل يحكي مع العالم، بس يسحبوا مشروع الضرائب واختفينا.